إتسي وسياسات التبديل والترجيع وإلغاء المنتج، هل من حق اللي بيشتري إنه يلغي المنتج؟ هل من حقه إن هو يبدله؟ هل من حقه إن هو يرجعه؟ وهل أنا بقى كصاحب للمتجر من حقي إن أنا أختار ما يحق وما لا يحق له؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 20 رمضان 1440، النهاردة السبت، وخلاص بدأنا في العشر الأواخر، و25 مايو 2019. كل سنة وأنتم طيبين. فيديو اليوم إن شاء الله هيكون عن هذا الموضوع، موضوع هل من حقي إن أنا أضبط هذه الأمور. خلينا نقول إن في ثلاث نقاط إحنا هنتكلم عنها. ثلاث نقاط دي هي التعديل على ما يسمى تبديل المنتج، لو حد اشترى حاجة من عندي من المتجر بتاعي وعايز يبدل المنتج ده، هل من حقه؟ هل من حقه يلغي اصلا الاوردر اللي هو عمله؟ وهل من حقه ان هو يرجعه لو هو حابب ان هو خلاص مش عايزه، وان هو يرجعه ويحصل على فلوسه؟ هل من حقنا احنا بقى اننا نتحكم في هذه الامور؟ هنا طبعا على الموقع ذاته على etsy.com، وده الجزء الخاص بhelp.etsy.com، بيقول لك هل من حقك؟ اه طبعا من حقك. خلينا بقى نتبع الخطوات عشان نعرف ازاي انا ممكن اتحكم في هذه الامور. وانا جايب لكم النهاردة متجرين هنتكلم عنهم، واحد لواحدة مشهورة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتاني متجر اتكلمت عنه من قبل، وهو متجر المفروض ان اللوكيشن بتاعه يكون مصر، وهنشوف الاتنين بيستعرضوا هذه الامور ازاي. خلونا نبدأ بيهم وبعد كده نشوف احنا نقدر نعمل ده ازاي على الستور الخاص بينا. هنبدأ الاول بالمتجر الخاص بلوسي، وانا استعرضت المتجر ده من قبل. طبعا ده من اكثر المتاجر على إتسي شهرة يعني، وحقيقة عامل مبيعات هو من 2011، يعني بقاله دلوقتي 8 سنين. هعمل سكرول داون وهنزل تحت خالص وهشوف السياسة شكلها ايه. هو ده الجزء اللي انا عايزه، هو ده Returns and Exchanges. هنا طبعا الجزء ده بيبدأ اهو بالعنوان اللي هو Shop Policies. اخر تعديل اتعمل كان في فبراير، يعني من 3 شهور. بيبدأ بالشيبينج، طبعا كل ده انا اقدر اتحكم فيه بقى للستور بتاعي لو في حاجة انا عايز اعدلها. فكرة ان انا هبعت المنتج في وقت قد ايه، فبيقولك البروسيسنج تايم. كاستمز اند امبورت تاكسز، دي الضرائب اللي بتفرض على المنتج لو رايح مثلا بلد اخر، فموضوع الجمارك والحاجات دي والاستيراد. طبعا البيمنت اوبشنز احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ده للناس اللي عايشة مثلا في الولايات المتحدة الامريكية بيظهر لهم كل يعني هذه الاشياء، لكن في مصر على الاقل لازم يظهر باي بال. لو المتجر بتاعك ما فيهوش اي وسيلة للدفع فاعرف ان انت عندك مشكلة كبيرة. Returns and Exchanges هي دي بقى اللي انا بتكلم عنها. هل انت بتقبل الريتيرن ان حد يرجع المنتج؟ هل بتقبل ان هو يبدله بعد ما يوصل له وهو عايز يبدله؟ هل انت بتقبل بده ولا لا؟ لو انت بتقبل هتختار الاختيار ده، I gladly accept exchanges، يعني انا بكل سرور بقبل ان انا اغير لك المنتج. لكن حتى هذا الامر مش مفتوح، يعني هي الفكرة ان بيكون في ليميت. يعني هنا بيقول لك contact me، اتصل بيا في خلال 5 ايام من استلامك للمنتج. اما هنا ship items back within 7 days of delivery، يعني في خلال استلامك للمنتج 7 ايام تكون بعته لي. يبقى انت هتتصل بيا within 5 days تبعته within 7 days. اما في هذا الجزء فلوسي توضح بشكل بات انها لا تقبل الترجيع او الالغاء، هي دي النقطة. في ناس بتقبل على فكرة، فبرضو من حق كل واحد يقول انا بقبل ايه ولا اقبل ماذا، فهي دي النقطة. عشان كده طبعا انا بتكلم في هذا الفيديو، وشباب حقيقة يعني تواصلوا معايا وقالوا لي عايزينك تتكلم في هذه الامور. هنا بقى بيقول لك لو في منتجات معينة على الستور بتاعك انت مش حابب ابدا انها حتى يتم تبديلها، بالرغم ان احنا هنا قلنا ان هم بيقبلوا التبديل، في حاجات ممكن ما تتقبلش. اه هنا بتوضح ايه اللي ممكن ما يتقبلش. اما هنا فبتوضح ايه هي شروط ترجيع المنتج. انت هنا بتقول مثلا مين اللي هيدفع بقى الشحن، انت ولا هم، وهذه الامور. اذا هذه الامور من البداية يجب ان تكون واضحة علشان ما تحصلش مشاكل.
وبعد كده تحصل خناقة بينك وبين اللي اشترى، وفي النهاية هو يروح يعمل حاجة اسمها كيس يرفعها لإتسي الموقع ذاته كطرف ثالث يحكم ويقضي بينكم. فمش عايزين نوصل الأمور لهذه النقطة. أما المتجر الثاني اللي أنا قلت لكم عليه اللي هو المفروض يكون اللوكيشن بتاعه مصر وتحديدا في لوكسور، المتجر ده من 2015 عامل مبيعات 1103، وهنا زي ما انتم شايفين لوكسور ايجيبت. لو نزلنا تحت خالص هنلاقي هنا ان المتجر ده سياسته بتقول التالي، بتقول ان انا I gladly accept a return with exchange. لوسي كانت بتقبل التبديل بس، هنا بيقبل الترجيع والتبديل لكن لا يقبل الالغاء. فهي دي الفكرة. فانا حابب ان انتوا عشان تعملوا الستور بتاعكم بشكل صحيح لازم تشوفوا متاجر مشابهة ليكوا في نفس النيش وتبدأوا تشوفوا هم عاملين ايه وتعملوا دراسة على الموضوع، يعني لدراسة المنافس، وتبدأوا بناء عليه تبنوا المتجر بتاعكم. هنا مثلا من الحاجات اللي بيقول انها لا يمكن ترجع ابدا او يتم تبديلها ديجيتال داونلود، هو حر. لو في حاجة عبارة عن ورود او طعام بيقول ابدا لا يمكن ترجع. اما intimate items for health hygiene reasons برضو ما ترجعش ولا حتى يتم استبدالها، وحتى لو كان في منتج انت اشتريته من خلال سيل هو عامله برضو ما يرجعش ولا يتم استبداله. هنا بقى الايام اختلفت. هنا فاكرين لوسي كانت قايله كام؟ كانت قايله 5 ايام و7. هنا بقى المتجر بتاع لوكسور ده بيقول لازم تتصل بيا في خلال او في غضون 14 يوم وشيب ايتمز باك وذين 21 يوم. ده راجل والله محترم، 10 على 10، 21 يوم ده يعني رقم كبير ما شاء الله. طيب بسرعة بقى هنعمل ده ازاي؟ احنا هنا على المتجر بتاعنا، هنا شوب مانجر، هاجي هنا على ايتسي على المتجر بتاعي واضغط على علامة القلم دي او البنسل، وانزل بقى تحت خالص سكرول داون، اجي عند الجزء اللي بيقول شوب بوليسز. ايوه هي دي، هي دي اللي انا عايزها، شوب بوليسز. وانزل تحت شوية واختار ايديت، وهنا بقى احدد اللي انا عايزه. اهي شايفين، نفترض ان انا I accept returns اسيبها. طب انا I don't accept اقفلها، هنا بقت I don't. طب I don't accept exchanges اقفلها. هنا بقى نفترض ان انا بقبل هنا الايام اهي. طبعا لوكسور شوب ده كان بيقول 21 يوم، ممكن عندك لحد 90 يوم، بس طبعا 90 يوم ده كتير جدا ما ينفعش يعني. لوسي كانت مختارة اول حاجة اللي هي 7 ايام، فنفترض ان انا هنا فاتح دي ودي هتكون بالمنظر ده. طبعا خير الامور الوسط لو قلنا 14 يوم، وهنا مثلا لو قلنا 14 برضو، لا نخلي دي 7 مثلا، كده بقت كويسة قوي يعني. هنا بقى لو انت مش بتقبل الالغاء، يعني في حد اشترى حاجة وعايز يلغيها، انت لو مش موافق فبتخليك. طب لو انت بتقبل اهو I accept cancellations، وهنا بتحدد within 2 days. انا رأيي لو كان بتقبل الكنسليشن المفروض يكون في خلال 24 ساعة مثلا، ما يكونش يومين ولا حاجة، لان المفروض يا يا لا من البداية 24 ساعة كويس. هنا طبعا انت بقى بتحدد زي ما قرينا في الستور اللي فات، هنا الحاجات بتحددها اللي بيتقبل اللي ما بيتقبلش. فحقيقة الطريقة سهلة جدا وبسيطة يا شباب، ولازم طبعا بعناية تعدلوا في هذا الجزء، تشوفوا بقى المنافسين في نفس النيش بيعملوا ايه، اعملوا دراسة. دراسة المنافس دي من اهم الاشياء في الاونلاين بيزنس والله، ومش الاونلاين بس يعني، ده في كل انواع البيزنس. اذا كده انا استعرضت معاكم ازاي اعمل الايديت او التعديل على هذا الامر. خلاص عرفنا how to set up your shop policies، وانا برضو هسيب لكم اللينك او الرابط ده عشان تقروا الموضوع من البداية الى النهاية. كما اننا استعرضنا 2 different shops، واحد للوسي اللي هو في امريكا والتاني للوكسور اويلز في مصر. نقطة أخيرة قبل ما أسيبكم، ما تنسوش E-Rank للـ SEO Search Engine Optimization. بصوا كل يوم زي ما يكون واجب عليكم homework، تعملوا الهومورك تشوفوا إيه هي الشوبس اللي كانت رقم واحد امبارح. Most sales yesterday، هنا كان عندنا بقى هذا المتجر ده اللي كان رقم واحد امبارح، بعد كده في هذه المتاجر، وهنا ما ننساش دي الابكومينج ايفنتس، الناس اللي بتحب تتابع بتشوف ايه المناسبات عشان يشتغلوا عليها. يومين وهيكون عندهم في امريكا ميموريال داي، 22 يوم هيكون في عيد الاب، 37 يوم ده مش مهم قوي كندا داي، لكن ده مهم جدا، 40 يوم وهيكون هناك عيد الاستقلال في الولايات المتحده الامريكيه اللي بيسموه 4th of July او الرابع من يوليو. لما بضغط على سي مور هشوف المنظر ده، بلاقي التوب سيلرز طبعا البوهيميان فايندينجز
ده من زمان قوي، ده رقم واحد محدش عارف يجيبه، ده المبيعات بتاعته عدت 1.5 مليون يعني، اللي بعديه على طول 0.5 مليون، فمش هيعرف يجيبه ابدا. مش هستعرضه معاكم عشان انا حابب انتوا تدخلوا بانفسكم وتشوفوا ليه بوهيميان فايندينجز هو رقم واحد على ايتسي، فتح امتى، ايه المنتجات بتاعته، ايه النيش اللي بيشتغل عليه، ليه عامل مبيعات وصلت ليه او عدت 1.5 مليون. هنا بقى الجزء ده يخص الاكثر مبيعا امبارح امس، وبيكلم على 100 متجر، وكما اننا طبعا نقدر نختار البلد اللي احنا عايزينه، فالشباب اللي عايشين مثلا في مصر يختاروا مصر ويشوفوا ايه هي المتاجر المفتوحة عندهم، بلاد العربية كلها بقى من المحيط الى الخليج اعملوا نفس الشيء يا شباب. توب سيلرز باي كونتري، اكتر حاجة طبعا بدون منازع ومنافس امريكا رقم واحد، عندك بعد كده بقى انجلترا، كندا، استراليا، فرنسا، ايطاليا، المانيا، اسبانيا، روسيا، واوكرانيا. وطبعا المتجر رقم واحد اللي هو اسمه باك فيست كاستمز، هو ده المتجر، هتلاقوا مبيعاته، الرانك بتاعه، السيلز كام، كل التفاصيل، وبيشتغل في ايه، خدوا فكرة عن نوعية المنتجات بتاعتهم. هنا بيشتغل في الجليترز، عارفين الجليترز، فهي دي اللي بيشتغلوا عليها، وربنا فتح عليهم من وسع. وهذا كان استعراض لموضوع النهاردة، اتكلمنا عن كيفية التعديل على هذه النقاط وسياسات المتجر الخاص بك، من اهم الاشياء اللي لازم ناخد بالنا منها وناخد نية طيبة واحنا بنشتغل، عشان اول حديث في البخاري بيقول انما الاعمال بالنيات، عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات. كملوا بقى انتوا الحديث يا شباب، كل عام وأنتم بخير، العشر الأواخر اجتهدوا بقى فيهم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، هذا هو، شكرا لكم، ولا تنسوا أن الناس بالناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.